السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. بعدنا في موضوع المحاسبة عن مصاريف البحث والاستكشاف. هذه المرحلة، مرحلة البحث والاستكشاف، مثل ما شرحنا سابقا، تعتبر الخطوة الأولى في عملية إنتاج النفط وتسويقه. في هذه المرحلة يتم البحث عن أماكن وجود النفط وتقدير كمياتها، ومثل ما أيضا شرحنا سابقا أنه في هذه المرحلة هنالك ثلاث أنواع رئيسية من النفقات. أولا نفقات مرحلة الحصول على حق الاستكشاف، وفي هذه المرحلة نوعين من المصروفات: مصروفات الحصول على تراخيص الاستكشاف ومصروفات الحصول على عقد الامتياز، وشرحنا سابق أيضا وراح أيضا بالاثناء المحاضرة أيضا نتطرق إليه بنوع من الإيجاز. والنوع الثاني في ظل هذه المرحلة أيضا نفقات مرحلة البحث والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيائي. وثالثا النوع الثالث هي كلفة الموجودات الثابتة المستخدمة، ونقصد بها الآلات والمعدات المستخدمة في مرحلة البحث والاستكشاف حصرا. حقيقة هناك ثلاث أساليب مثل ما تطرقنا أيضا بالمحاضرات لمعالجة نفقات البحث والاستكشاف محاسبيا، ولكل أسلوب إلى مبرراته. فمثلا الأسلوب الأول اعتبار كافة نفقات البحث والاستكشاف، هذا اللي مرت علينا الثلاث، إرادية، أي معناها تغلق في حساب الأرباح والخسائر في نفس السنة التي حدثت فيها هذه المصروفات. وثانيا اعتبار نفقات البحث والاستكشاف رأسمالية، بمعنى ترسمل، أي تظهر في الميزانية العمومية، وهذه الطريقة بأدبيات محاسبة النفط يسمونها طريقة التكلفة الكلية، كل التكاليف ترسمل حسب هذه الطريقة، التكاليف الثلاث اللي مرت علينا ترسمل حسب هذه الطريقة. وثالثا اعتبار نفقات البحث والاستكشاف المتعلقة بالمناطق المنتجة رأسمالية، أما الباقي المناطق غير منتجة فتعتبر إرادية، وهذا يسمونها بأدبيات محاسبة النفط طريقة المجهودات الناجح. سابقا أخذنا النوع الأول أو الأسلوب الأول اعتبار مصاريف إرادية، والنوع الثالث نجل على محاضرة لاحقة، واليوم موضوعنا اعتبار نفقات البحث والاستكشاف رأسمالية، أي تظهر في الميزانية العمومية. حقيقة الأمر من أكثر المشاكل تعقيدا لتواجه يواجه المحاسب هي كيفية معالجة هذه النفقات، مصاريف البحث والاستكشاف، وهي تكون كبيرة حيث تنفق على مساحات شاسعة في البر وقد تكون في البحر، والتي قد لا يكون لها عائد. فلذلك ظهرت هذه النظريات الثلاث. هسه اليوم أسلوبنا الثاني هو التكلفة الكلية مثل ما حكينا، وللمحاسبين لهم مبررات وحجة في اعتبار مصروفات البحث والاستكشاف رأسمالية. أول مبرر أنه يقول لا بد من فاق هذه المصروفات على مناطق شاسعة من أجل عثور على حقول نفط في جزء منها، فتأخذ لك على سبيل المثال 1000 كيلومتر حتى توصل إلى منطقة بين نفط بحدود 200 كيلومتر، فهذه 800 أيضا كانت لازمة، نفقة لازمة الحصول على هالميتين، فلا بد أن ترسمل كل التكاليف سواء كانت المتعلقة بالمناطق المنتجة أو المناطق غير المنتجة. هذا المبرر الأول أنه تكاليف لا بد منها. حقيقة إذا قارنا بين هذا الأسلوب والأسلوب الثالث راح يجينا، هذا الأسلوب يتصل بالبساطة أو السهولة من حيث التطبيق المحاسبي، لأن الطريقة الثالثة تحتاج أن نفرق بين المناطق المنتجة والمناطق غير المنتجة ونوزع التكاليف على أسس معينة، وهذا قد تكون تشوبها شوائب أو عدم قبول بشكل عام. وإذا قارنا بين هذه الطريقة أو الأسلوب مع الطريقة الأولى
باعتبار المصروفات إيرادية انه سوف يظهر خسارة في بداية البحث والاستكشاف عن النفط، لان ماكو مناطق منتجة، فقط انفاق فهنا خسارة، لا مبرر لهذه الخسارة، ولا يوجد ما يؤكد ان مناطق الاستكشاف ستكون غير منتجة. فبالتالي استقر الرأي انه اعتبار هذه المصروفات بشكل عام تكلفة كلية ترسمل بأحد حسابات الأصول وهو الأبار النفط. الآن القيود المحاسبية في ظل هذا الأسلوب، أسلوب الكلفة الكلية، مثل ما حكينا عندنا نفقات مرحلة حصول على حق الاستكشاف، مثل ما قلنا سابقا هذه لابد أن نحصل على تصاريح بالسماح للقيام بعملية الاستطلاع الأولي ضمن هذه. فالنوع الأول من النفقات في هذه المرحلة أو في هذا الحصول على حق الاستكشاف هي مصروفات الحصول على تراخيص الاستكشاف، ومن نصرف هذه الرسوم نكتب قيد محاسبي مثل ما قدامك من حساب عقود امتياز معلق، الامتياز بعده معلق فسمينا عقود امتياز معلق، وهذا بمثابة أصل وحساب وسيط إلى حساب المصرف حسب طريقة الدفع. هذا عند الانفاق. و أما مصروفات الحصول على عقد الامتياز، هذا قد تعرف هذه عقد ويطلب قد تكون مكلف مكتب محاماة إذا قام بهذه العملية، عملية التعاقد، لأن هذه الأراضي تعود إلى الدولة. فراح اكتب قيد محاسبي من حساب مصاريف قضائية إلى حساب المصرف إذا كلفنا بها مكتب محاماة. هناك ملاحظة أنه بعض المصاريف ذات الطبيعة المتكررة لا تضيف قيمة للأصل، وهنا الأصل هنا الأبار، مثل إيش؟ مثل إيجار الأراضي، غرامات تأخيرية، رواتب المحامين الشركة نكلفهم. هذه طبيعتها أنه صار متكررة، ولذلك تحمل حساب مصاريف البحث والاستكشاف الجارية، يعني تعتبر مصاريف إيرادية الذي تقفل في نهاية السنة في حساب الأرباح والخسائر. أما نفقات المرحلة البحث والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيائي، وهذه طرق البحث تكون طرق معمقة حقيقة، عدة طرق هي فنية احنا المحاسبين غير معنيين بها، ولكن للتذكرة انه بعض الطرق هي طرق قياس الجاذبية الارضية بجهاز يسمى جرافيميتر، وهنالك طريقة قياس المغناطيسية الارضية بجهاز يسمى الماغنوميتر، وهنالك طريقة قياس الموجات الزلزالية بجهاز يسمى السيموغراف، وطريقة تسجيل الكهربائي أو طريقة قياس الإشعاعات، إنها طرق عديدة. وهذه الصورة قد تكون تعبر على نوع من البحث والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزاوي، المسح الجيولوجي والزلزالي. فهذه في هذا النوع في هذه المرحلة هنالك إيجارات قد تكون الأجهزة الجيولوجية والجيوفيزاوية مثل الطرق أو الأجهزة ذكرناها، وأكو ناس يشتغلون في هذه المرحلة رواتبهم وجورهم، وأكو مصاريف إدارية جزء من عتها تحمل على هذه المرحلة. هذه ممكن نصرفها بقيود احتيادية مثل إيجارات الأجهزة إلى حساب المصرف، أو رواتب ندفع رواتب الموظفين اللي عندنا من حساب رواتب وجور إلى حساب المصرف، أو مصاريف أي نوع مصاريف إدارية من حساب مصروف أي نوع مصروف إداري إلى حساب المصرف. وهذه المصاريف كلها راح تغلق في حساب مصاريف البحث والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزاي بقيد من حساب مصاريف البحث والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزاي إلى مذكورين. كانت الرواتب والإيجارات ومصاريف إدارية مدينة بالصرف الأولي، هنا تكون بقيد الغلق دائنة حتى تنغلق في حساب مصاريف البحث والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزاي إلى مذكورين. الرواتب والأجور، إيجار الأجهزة ومصاريف إداري، هذا النوع الثاني من نفقات البحث والاستكشاف، وهي نفقات البحث والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزياء. وثالثا كلفة الموجات الثابتة المستخدمة، والمقصود بها
الآلات والمعدات المستخدمة في مرحلة البحث والاستكشاف. وهذه الصورة قد تكون تعبر نوعا ما، مثل هذه عربة تسجيل على سبيل المثال، هاي هزازات، أجهزة استقبال، هذه تبث موجات وتنعكس هذه الموجات بطبقات الأرض، وهناك أجهزة تسجيل. فهذه أجهزة قد تكون نشتريها، تشتريها شركة النفط. فهذا الموضوع أنه إذا اشتريت شركة النفط هذه الأجهزة في قيد عادي من حساب الموجات الثابتة، هذا قيد إلى حساب المصرف قيد إجمالي، نقدر نذكر نوع الموجود بالتفاصيل، هذه لغرض التوضيح. وثم هذه الموجودات ثابتة إذن عليها قيد إنذار في نهاية السنة، في كل نهاية السنة قيد إنذار الموجات الثابتة، وهذا القيد من حساب إنذار الموجود الثابت حسب نوعه إلى مخصص إنذار المتراكم. في نهاية السنة تنظم القيود التالي: غلق، والمقصود بها رسملة مصاريف القضائية الخاصة بعقد الامتياز، فنحمل على الحساب اسم عقود امتياز غير معدة، بعته ما وصلت إلى عقود امتياز منتجة غير معدة إلى حساب مصاريف قضائية، باعتبار نغلق مصاريف قضائية إذا تذكرون بقيد الصرف مصارف قضائية إلى حساب المصرف، هنا تنغلق فتكون مصارف قضائية دائنة، وعقود امتياز غير معدة هذا الحساب يمثل أصل من الأصول، وهذا المقصود برسملة المصارف. أما المصارف الجارية الخاصة بعقود الامتياز، وإحنا ذكرناها قبل بالشريحة قبلها، مصارف البحث والاستكشاف الجارية تعتبر جارية إلى إيجار الأراضي والغرامات التأخيرية، هذا يعتبر قلنا مصاريف جارية، وهذا تنغلق في نهاية السنة يعني بقيد آخر، وإلى حساب هذا تروح هذه المصاريف البحث والاستكشاف في نهاية السنة لحساب الأرباح والخسائر بقيد سابقا مر علينا من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصاريف البحث والاستكشاف الجارية. أما غلق المصاريف الخاصة بالاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزاي تنغلق في حساب عقود امتياز غير معدة، تنغلق في حساب عقود امتياز غير معدة إلى حساب نفقات استكشاف الجيولوجي والجيوفيزاي، مثل ما كانت مدينة بالقيد في الشريعة قبلها سير داين نفقات استكشاف الجيولوجي والجيوفيزاي، وعقود امتياز غير معدة هو الأصل تكون مدينة. وغلق الاندثارات خاصة بالموجات الثابتة النفقة الثالثة، فكنا كتبنا قيد مع حساب اندثار إلى حساب مخصص قبله، إذن راح تكون من حساب عقود امتياز غير معدة إلى حساب الاندثارات. يبقى عندنا القيد الأخير عند التوصل إلى وجود النفط الخاص الخام، فكل المبالغ المحملة بحساب عقود امتياز غير معدة وبكامل المساحة، المناطق المنتجة للنفط والمناطق غير المنتجة، هذا هو الرسملة، يتم رسملتها بالقيد من عقود امتياز منتجة إلى عقود امتياز غير معدة، نغلق الحساب هذا عقود امتياز غير معدة، وتقول كل المبالغ حملت على عقود امتياز منتجة سواء كانت للمناطق الآن بها صار نفط تأكد من وجود النفط، ومناطق غير متأكد أو لم يتم الوصول إلى النفط فيها. هذه فقط للوهلة الأولى، هذه صفحة مقارنة بين النفقة النظرية الأولى الجارية والنظرية الثانية الرأسمالية، وهذه النوع النفقات وهذه المعالجات في كل من النظريتين مرت علينا، وهذا راح ناخذه فيديو آخر يشرح لنا هذه المقارنة. وشكراً.